السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير. مرحبا بكم في نوفل فيديو، مرحبا بكم في لاشين عندي. الا كنت اول مره كتشوفوني، انا ساره ومرحبا بكم في لاشين عندي. ساره كنتاوي، شكرا لكم على لي فيديو اللي دازو من قبل، شكرا على التفاعل ديالكم معاه، على لو شونجمون ديال الكوزينه. شكرا للناس اللي دخلوا عندي الانستغرام. المهم هاد لا فيديو ان شاء الله ما كنتش غادي ندير بحالكم، لان اللي تبعني في انستغرام عرف بلي انه تاندوما جاو ليا لي فيديو، وتعذبت صراحه باش نردهم، بزاف ديال السوايع باش نريستوريهم، وهذا جلست 3 جوغ صراحه. كنت غادي نلوحهم قبل، كان غيتلح هذا قبل من لي طرافو، ولكن لحسن الحظ انني ريكوبيريت هذا لي دوني، وغادي ندير لكم عليه فيديو. كما كتشوفوا انا الناس اللي متبعيني انا في اكادير، هذا سوق السمك ولا السوق النموذجي ديال المسيره، غادي نمشي عند محمد بونضيف الغني على التعريف. غادي تشوفوا عنده لي برودوي اللي كاينين. انا هنا غادي نوريكم الطريق، حيت عرفتكم غادي تسولوني فين جا في السوق النموذجي. هذا السوق البنات فيه كل شيء، كل ما حبيتو. كما كتشوفوا انا لداخل ديال السوق، غادي ندخل هنا من المدخل رقم 2. هنا غادي تخليو هاد الناس ديال البال، وغادي تمشيو ديريكت. هاد السوق فيه بزاف ما يدار. كاينه دريم هوم على يديا اليسر، غادي نوصلها دابا. ها هي كاينه من مورا هادو ديال التكاشط. وفاش غادي توصلوا للمدخل رقم 4 غدوروا على يديكم اليسر، وغادي تلقاو محمد بونضيف على اليسر. تقدروا تجيو ليه اوسي من جهه الباب الاخر اللي هو باب 5 ولا باب 4. باب 4 غادي تدوروا على يديكم اليمين، وباب 5 غادي تدوروا على يديكم اليسر. عنده ان لارج شوا كبير 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 بزاف. تقدروا تلقاو عنده اي حاجه بغيتوها، دي برودوي ديال المغرب. راه عنده بعد جوج محلات، واحد فيه هذا، فيه هادشي ديال برا، فيه ديال اسبانيو، فيه كلشي. والمحل الاخر راه عنده المحل ديال المغرب. هنا غادي نقطع لكم شي لقطات، لان كانوا حدايا شي ناس وكانوا كيهضروا، وصراحه دخلوا لينا في الهضره، وكتسمع هضرتهم اكثر، لان ما قدرتش انني نصور، لان تبارك الله لي كليون كاينين عنده بزاف. غادي تسمعوني شويه كنهضر فويس اوف، شويه لا فيديو، حيت باش نخلي لكم الفيديو على طبيعته. هذه نخليها لك ب 50 درهم. 50 درهم؟ 50 درهم، شتي شحال وحده؟ شحال فيها من وحده؟ نقولوا فيها 55. هاد راه فيها 20 اللي فيها. 20. وهذيك دابا اللي تقادات ليا دايره 25 درهم. هذاك الشيء اللي قلت انا كناخذ واحد الحمرة صغير كنجيبها انا في درب غلف في كازا. شحال؟ كنجيبها واقيلا بشي 27 درهم ولا بحال هكا. 25 كديها لنا 26. هذه دايره 50 درهم، ولكن هذه شنو هو دابا؟ هذه زعما مزيانه، هذه مزيانه وكبيره وجا منها الطل ابيض، يعني الطل ابيض كتحيد الطل يطاش من الابيض. شوف هذيك الصغيره كدير غير 25. صافي. شتي هذا كتحيد الكاركير وكتحيد الريحه. صافي عطيني، خاصني شي حاجه باش واش ما فيها شي حاجه كبيره هكا؟ كيتخاذوا بالبياسات؟ كتباع بالبياسات. شحال دايره البياسه؟ 4 درهم. 4 درهم، ما كاينش شي باكيه ولا شي حاجه فيها؟ لا الباكيه كاينه، ولكن فيها 15 بياسه ب 45 درهم. هكاك هو هذا كتحتاجي غير مره في 20 يوم كتغسليها، ولا 15 يوم. بحال بحال انا الا كان باكيه كاع احسن. راه كاينه الباكيه، كاينه عطيني باكيه تحت القصه ديالي. ولا ما صدقش على حسابك اللي ما صدق. دابا هذه اللي هي الا ما صدقتش رديها ليا. صافي، حيت انا كندير غير الخل وداكشي عادي زعما. انا راه ديتها للدار، درت هذه كتلوحها في الماكينه الوسط. كتلوحها في الماكينه الوسط وكدور، وراه كتبان ملي كتكون كدور من داك الماء كيبان لك داك الماء في ديك الدجاجه. كيبان لك اش نقول لك، الا ما كانت غسلت شحال هذه غيبان لك داك الماء معلق موسخ. لا كنطلع انا راه درتها، درت وحده وقال لي داك الماء موسخ ولاحته، وعاودتها المره الثانيه عاد بان لي الماء نقي. عرفت واش صافي، عطيني شي حاجه ديال الارض، شي حاجه تكون كتلمع.
هنا كيما كتشوفو طوموندت ليه الملمع شي حاجه للارض، عنده لا رشوه كبير بزاف، وحتى الاثمنه والله البنات ما عنديش لقاو حتى شي بلاصه حسن من هنايا، وكيدير لي برومو اللي هما زوينين. راه ماشي انا اول وحده غادي نصور عنده، كاينين بزاف ديال البنات، منهم غزاله، منهم وئام، منهم لطيفه حتى هي كتجي عنده. كاينين بزاف ديال البنيات اللي كيجيو عنده، عيالات خلاص كيجيو عنده باش يصوروا عنده. المهم شوفوا هنا الفيديو، غادي نخلي لكم اللي شفتوه وبغيتو لي بري ديالو، نقدر نخلي لكم النمره ديال التليفون ديالو الا بغيتوها وكا احتاجيتوها. هذا ديال الارض هذا منو ريحه ما بقى لي بالي عندك في الهي سير بالي عندك وقعت واش السير وقع لي سميتو ولا راه كاع عبد الرحمن راه هو ما يمكن الا ما كان هو هذا راه هذا يمكن سميتو لا كارتو هو منظف وريحه بزيش كيلمع ها هما الشكل ديالهم كاين باقي اللوان ديالها جيب كاع داك اللون جيب لي الغوز نشوف الغوز هذا الصراحة ريحته جات زوينة، غير أنا ديجا عندي واحد بحالو، فقلت بلا ما ناخدو. المهم في الأخر ديال لا فيديو راه غادي نوريكم أشنو خديت من عندو بالأثمنة. شي شكل بحال هكا، شي حاجة تكون فيها ريحة زوينة. أنت جيتي ديك الشكل ديال هذا، هذاك شتي اللي وردت ديال تركيا ولا؟ شكون هو؟ ما بغيتيش تقيل، بغيت غير ديال التجفيفة عادية. لا 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 ما تخليش هذا بحال بحال هذاك. شوف ريحة صافي هذا ما عجبتنيش ريحته. ياك هذاك كيف هذا بعدا شحال الثمن ديالو؟ هادو هاد كيلو هاد كيلو 15 بحال 15 بحال بحال 15 يوم هذا مازال ريحتو شوية. هادي اللي ديال الأرض كتدخل في كاع هادي هادي اللي مع القناة بحال ديك كتدخل تحت لا واش كتدخل عندي أنا ديجا الشبكة عندي ديجا السياقة واش كتدخل في أي وحدة عندك بحال هادي عندي وحدة كتتنى وعندي وحدة بلا ما كتحركش خاص تشوف العبار واش عندك هادي حيت فيهم الكبيرة والصغيرة والمهم شحال دايرة هاديك قد هادي غادي عندي الشيفون ديالها هادي عندي الشيفون ديالها شحال دايرة هادي بغيت شيفون بغيت غير الشيفون لا عندي ديجا صافي عطيني واحد شيفون واحد نجربوه ما كاينش لا كاين هاد الزرقاء جبت لها كاع داك الترابيزه بحال هادي ماشي الترابيزه غير الشيفون اش قلت لي كاين 100 ديال الحوايج عطيني هذا شحال داير هذا؟ هذا انا بغيت نقول لك يلا بس داير الثمن ديالو 20 درهم 20 درهم صافي جمع ليا هذا وهذا 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 شي برودوي اخر غير الا كان شي جديد راه نصورو لقاني ديريكت اول حاجه جديده دخلت عندي تبين لي انت اول حاجه جات هذه اللي نجيب هذه لا الساك هذه اللي تاخذ البرومو فيهم 15 البياسة هادو 15 بحال قال لي الرواح ماشي بحال بحال شحال هي هادي دابا شحال هما الثمن العادي في 5 دراهم اها ودايرين 5 دراهم الوحدة ولا 4 اها وحدة كراتو هاكاك يعني 4 اللي خد 4 لا 5 غراتويت والديتاي كتباع هي 5 دراهم 5 دراهم من وحده ايه زيد هادو راه فين تبان مزيان وكاين سيتو كاين هادو ديال الله الجو دابا كانوا مطلوب من هادو الله الجو هادي ديك الريحه الريحه اللي كتعلق في الماكينه ديال المعين ايه بحال فاش كتسافر ولا كتخليها بعد المرات كاع ولا حتى كتبغي تشلي لها كتخليها معلقه راه 60 غسله اللي فيها ولا تشلي لها يعني كتخليها معلقه فيها لداخل معلقه لداخل هي انت كتستعمل ملي كتبغي تشلي المويه ديك الريحه كتخليها في الماء حيت ريحه الزفوره راه فيها هاد الريحه هادي هادي بعدا ريحتها تفاح وشي حاجه راه بانية بحال بحال لا في الروايح فيها السيترون حتى هاد الحمض ريحتو زوينة وفيها هاد الريحة ديال النعناع هاد النعناع اللي
النعناع ريحته زوينه. شحال هذه دابا الحبه؟ 15 درهم. هذا ديال النعناع ريحته زوينه. دابا حتى جيت كندير الفويس وانا نتفكر قلت علاش ما خديتوش، حيت كنت صراحه بغيت ناخذ لهذه غيورينا ديال الطوموبيل، كنت بغيت ناخذها للطوموبيل. هذه راه زوينه البنات، كديروها في لا ماشين الا كنتو كتشللو، فراه كتبقى كل مره كتكون الريحه زوينه في دوك المعينات باش ما تكونش زفره. الناس اللي كيخليو المعن ديالهم مسخين بزاف غادي يكونوا يعرفوا علاش كنهضر، على حساب لو لافيسيل. كتصلح للطوموبيل. ريحه زعما هذيك الطوموبيل. هذيك الطوموبيل كدير حتى هي دايره 15 درهم. كيربي حتى كيتسلي شكون كيعرف شنو فهمت انها هبه. دي ريحه زوينه. هذا هو المعطر اللي قلت لكم ديال الطوموبيل. دابا يلا حتى جيت عاد لقيت راسي باللي زعما حتى جيت كانوا ندير لي الفويس اوف وانا نلقى بلي راه ما خديتوش. كنت باغيه ناخذ الريحه ديالها زوينه صراحه ودير لهم اثمنه جد 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 مناسبه. صراحه بزاف ديال البلايص مشيت ليهم كاين فرق كبير. محمد كيدير ثمن اللي هو زوين، وحتى زدي زوين فيه انه كينصحك. ميكرو في بغاتو هادو راه فيهم خمسه وكيديروا الثمن ديالهم 20 درهم. 20 درهم بخمسة. خمسة بعشرين درهم. نتوما هادو خمسة بعشرين درهم. وجا هادا وجا هاد ديطول دايرين فيه واحد البرومو. ايه ولا ما عندكش هادا ديطول؟ عندك ديطول؟ نشوف هاد الديطول ديال لي بجين كانت في الأول شحال كنا دايرين ليه 30 دروك 20 20 درهم 10 درهم ناقص 20 هادا 52 أمين 52 دابا الثمن 20 درهم هادي راه برا هو هادي التهم راه ناقصنا ليهم درنا لهم دابا جوج ب 20 درهم 15 ديال الواحد أها دابا جوج ب 20 درهم جوج ب 20 راه مضاد ديال البكتيريا الجراثيم هادو جوج ب 20 درهم وهذاك 15 20 20 ثمن عادي 30 30 وهادو جوج ب 20 جوج ب 20 ديو على الهضره اللي كيقول هو ماشي اللي كنقول انايا صافي ياك شوف لي لقيتي لي هذا ديطول كاين هذا هذا كيعقم الطواليت هذاك البانيل اي حاجه بغيتي تعقمي هذا هذا منظف ومعطيه تقدر تمسح به يديك وتقدر تعقم به البلاصه اي حاجه بغيتي تعقميها كتعقم من غير هذاك من منظف ومعقم الثمن ديالو الثمن ديالو الثمن ديالو 15 درهم 15 درهم رخيص كان 20 درهم 15 درهم سمو الحساب ايوا اختي فانا كما كتشوفوا الاثمنه الصراحه اللي داير بالنسبه للمعقم زوين تخليه وتعطيوه لوليداتكم مثلا اللي كيمشيو للمدرسه ولا تحطوه غير في الطوموبيل هكا ولا في الساككم ولا في كل شيء. غير انا صراحه كنبقى نبدل في الساك في الساك ما كنخليش الا كان مازال باغ اكزومبل هكا الطوموبيل يقدر تبقى فيه شي حاجه بحال هكا زوينه. المهم خديت هاد لي برودوي هادو ان شاء الله غادي غير ندخل للدار غادي نبارطاجيهم معكم وجربتهم. راني جربت كل حاجه درت لكم تجربه باش تشوفوا زعما نقول لكم الفيدباك ديالها واش عجبتني ولا ما عجبتنيش. حيت صراحه لي برودوي كيعاونوا بزاف بزاف في النظافه وكيسهلوا علينا ليطاش. شحال هذا قلتي وشحال هذا؟ هذا 25 هذا 15 صراحه انا عجبتني ريحه هذا كنبغي غير داكشي خفيف هذا هذا احسن. انا راه قلت لك شفت واحد نقلب على السكرين ديالو ونجيبو لك نجيبو لك صافي هذا وهذا صافي جمع لي هذا الخير هذا
صافي جبت كلشي اللي انا جبت البرودوي صافي اصبحت هنا صافي هادو ديال الماكينه ديال نيتواياج اييه هذاك كبير ما كيخليش اللوان يدخل يتخلطوا مع بعضياتهم. هذا خلاص ديال الغسيل ديال الارض الاسطر نضيفها بجوج. هذا الدجاج ولا مطيف؟ هذا ديجا خديت عنده واحد اخر زوين. عطيني بعدا ديك اللي قلت لك ديال هادي شنو هادي اللي قلت لك ديال الصياف. فكما كتشوفوا هنا البنات راه المحل عامر بلي برودوي وديما كيجيب الجديد ديما عرفتوا صورت عنده وكنت بغيت نلوح لا فيديو مشيت لقيت باللي غزاله حتى هي لحت لا فيديو جاب شي حوايج جداد انا ما كنتش لقيتهم عنده. سيروا عنده شوفوا غادي تلقاو عنده بزاف د الحوايج. انتما البنات يلا دخلت نبارطاجي معكم شنو خديت عند محمد منطيف. خديت اول حاجه هو هذا نحيدو هاد الخيط وبلاصه نمشي نجيب لكم الورقه اللي يكتب ليا فيها لي بري باش نبارطاجيهم معكم باش ما ننساش. هانتوما البنات جبت الورقه ولكن الكتابه ديالهم ما مفهوماش. هذا الا ما خصني نكتب هذا وقيله ثاني كره هو هذا داير 15 هذا داير 15 درهم. هادي بعدا اللي عقلت عليهم ها هي راه دايره هادي ديال 50 درهم هادي ديال لي برودوي ديال هادي راكم عرفتوا ديال الماشينه لافي باش ما يتخلطوش الالوان. وليت كنستعملها بزاف صراحه ملي كنت مشيت لكازا خديتهم نضرب غلف ومن بعد ما بقيتش سميتو تساوي. كاينين هادو راه خديتهم بالنسبه لافيسيل. هانتوما راه لافيسيل دابا كتبقى تطلع لي داك نيتواياج ديال نطويج ديال الطومبو وخاصني مورا كل غسله وخاصني نقيها. خديت هاد اللعيبات راني صورتهم ليكم في المحل عندي هاكا و دايرين بحال لي بوكس ماشي وي راه بنت الحرام دايرين بحال لي بوكس. هاهي كتلوحوها في لاماشين نتوما كتلوحوها في لاماشين باش تبان ليكم زعما تنقي ليكم لاماشين. هادي خديتها ب 45 درهم فيها 15 حبه لكن ما غتبقى عندي شحال حيت راه نيتواياج كنديرو مره في الشهر من بعد شي 30 غسله. هذا خديتو راه عندي واحد اخر هو كيشبه ليه حتى نوري لكم. هذا وقيلا هذا بعدا تاكدت انه 15 وهذا 50 وهذا 45 بقى هذا ب 23 واحد بعشرين مين واحد من هادو غالبا غتكون هادي بعشرين. هادي راها عرفتو هادشي راه ديال الارض بلاش نحل عليكم هادي الارض البنات شفتوها حيت خديت واحد اللعيبه راها منشوره عندي ديال خديتها في بيم دايره بحال لي كون بحال هكا وكتمسح بها الغبره وجاتني كتجمع الغبره فقلت هذه غادي تكون حتى هي كتمسح الارض مزيان. انا ما عرفتش واش غادي تجيني ديجا مي غادي نستعملها كيف ما كانت كبيره ولا صغيره غنستعملها صافي. وهاد البرودوي اللي وريتكم ديال الجاج وديال الجاج وديال لي ديف المهم بارطاجيت معكم هادشي قبل ما ننسى. هذا مكان بالنسبه لمحمد منضيف راكم عرفتوه فين كاين راني صورت لكم سوق النموذجي غادي تدخلوا يا اما من باب خمسة وتدوروا على يديكم اليسار راه هو الاولاني ولا تدخلوا من باب جوج وتمشيو ديريكت حتى تخرجوا للباب الاخر ودوروا على يديكم اليسار حتى هو راه باين راني صورت لكم فين وصورت لكم المحل وصورت لكم سوق النموذجي ديال سوق النموذجي ديال المسيره ديال اللي كيتفرج فيا انا من مدينه اكادير. هذا مكان هاجي غادي نجربها ونرد عليكم المهم كل حاجه غادي نجربها ونرد عليكم. انا كنت صراحه بغيت ناخذ شي حاجه هكا نبدل بها وصافي حيت طلعت لي ديك الريحه ديال داك اللي عندي ديال ميسو بروبر طلعت لي في راسي وطلعت لي حتى دوك الصغيورين طلعوا لي في راسي. قلت نجرب نمشي نجرب هادي واش غادي تجيني في هذيك اللعيبه اللي عندي ونجيب لكم هذيك اللي قلت لكم على اساسها شريت هذا. ها هي البنات شفتوها غير راه باقا منشوره عندي باقا نشرها هنايا. هي يد ياك هي كتبان ديال شل ولكن راني خديتها في بيم شفتو كديرو بحال هكا كنمسح بها الغبره كتجيني ساهله
الى بحال هذا الشكل. ندورها لكم لهنا باش تبان لكم. شفتوها ها هكا فيها هاد الشعيرات، عرفتو كيجمعوا الخبره. وقلت بيان سور داك اللي يكون كيمسح الارض غيمسح مزيان. جربت غير جبتو غير باش نجربو فيه. بنات انا دابا عندي جوج ديال السياقات، عندي هذا بزبز اللي كيدير بحال هكا بحال اللعيبه هادي هنا وكيخرج لك الماء، وكاين هذا اللي كيلصق كيلصق غير حتى هو كيلصق في الارض. نشوف انا واحد فيهم غادي يجي، لان صراحه قلت زعما غادي نقي ليا مزيان. وي البنات جبت هذه ندخلها ما بغاتش تدخل، جبت هذه الاخرى، هذه جات عريضه عليها هكا في لي بيسور جات عريضه. هذه مازال هذه مازال راها هذا راها رقيقه. نقطع عليها واحد شويه هنايا باش ندخل، لان ما بغاش ندخل ليا صافي. سينو قلت حتى نعاود ثاني ندوز عنده، حيت صراحه كاين في الطريق زعما في الطريق عندي، وناخذ عنده هذا، وناخذ عنده الكراطه ديالها. صراحه ما نكذبش عليكم ما بغيتش ناخذها، علاش؟ حيت ما بقاش عندي لي سباس فين نحط مازال حتى شي حاجه. عندي الحمام صغيور، فما كاين لاش هاد العيبات ديال هذا، غير كيزيدو في هذا. واخا هنايا جات شويه جات بحال هكا، ولكن اش غنديروا ليها؟ هي اللي ما بغاتش تدخل. تفكرت عرفتي جالسه كنبريكولي في هادي، وانا نتفكر جد الله يرحمها في هذا النهار ويوسع عليها، فاش كتقولي ليها شي حاجه ما جاتش ولا شي حاجه كتقول لك ها تصرخ ها باق كتصدق حالها حتى هي مسكينه الله يرحمها يا ربي ويوسع عليها. تفكرت دابا واش جاتني تضحك لي راني تفكرت هذاك الاوقات. يا هذا ما كان حتى نجربهم مع هذا ونرد عليكم. فهي الفتيات انا بركة الله غادي نبداو نجربو هاد لي برودوي ونديرو شوية هنا السطل. هاد السطل صدق واعر. هذا هو التاني هو اللي خديت واحد خليتو، وهذا راني كنستعملو دائما. مديتوش عليا لابسة البانطوفا حيت كاين البرد عندي في الدار. غادي ندير تقريبا غلاقة نحتو صراحة زوينة. أنا على بركة الله نديرو التجربة ونشوفو هاد الخير هذا واش هو هذاك. حيت هادي ناشفة غادي تأثر الخير هذا كامل. نجيو نتوما هنا وشوفو فيا. المهم راه الإضاءة ما عندي، كيفاش ندير ليكم؟ راه شاعلة فيا وشاعلة الليد. صراحة كان خاصني ندير لاسبيغاتوغ، من بعد غنشوف الصراحة ريحتو واش ريحة مزيانة ولا لا. هنا كما كتشوفوا البنات راني جربت معكم هاد اللعيبه، حتى نجي ندوز ان شاء الله نمشي ناخذ عنده هذا الراكليت الله يرحمه بابا كان كيقول لها الراكليت. وندوز ناخذها من عنده هاد الترابيزه ونجربها في هذا، حيت صراحه عجبني عاوتاني وليت كنستعملو غير هو. عجبتني القضيه. المهم هنا انا غادي ندوز مني غادي نسالي هنايا، كنت بغيت نوض ندير العشاء وانا نتفكر بغي خاصني شي ما نتقدى من بيم، فمشيت باش ناخذو من بيم. بقاو معايا ما تمشيو فيه، الفيديو مازال طويله. النتيجه ديال الارض كانت هي هادي، صراحه نقي، ولكن انا البنات راه ولفت هوفر حيت كتستعمل هذا الزبرك راه نقي، ولكن عرفتوا فاش كتستعملوا هذا الصهد ولا فابور كيزيد كيعطي واحد اللمعه احسن من هذه.
المهم انا دابا بان ليا بلي راه تنقى، ولكن ماشي لدرجه التنقيه انتي دوز هاد الطوموبيل، ماشي لدرجه التنقيه اللي انا في بالي. المهم راه تنقى، وحتى ريحه البرودوي راه ريحه زعما ريحه زوينه. دابا غادي ندوز نجمع هنايا، نجمع هاد السطل ونجمع هاد لا ماشين، خليتها كتنشف وندوز باش ندير عشايا. هنايا غاديه ونقول نجي نمشي بيم، نمشيو لبيم، يلا يرزقنا شي بيم. صافي هنايا مشيت لبيم. كما كتشوفوا هنا كنوريكم الخبز اللبناني هذا اللي كناخذ، ولكن ردوا ليه البال، راه كيديروا ليه لي دات كيكونوا قراب بزاف، كتكون فيه دو جوغ تخوا جوغ. انا واحد المره ما رضيتش ليه البال ولقيتو ديجا بيريمي، ماشي ديجا بيريمي، خديتو بيريمي مي بقى عندي واحد يومين في الثلاجه وتبيريما. هنا كنوريكم هاد الشكل الجديد ديال داوني، شوفوا هذا ولاد الحرام دوك الكفار، واخا هكاك عندهم هاد لي برودوي هادو، راه فاش كتخلطوهم مع اريال وكتخلطوهم مع حويجات واحد اخرين ديالهم ولا تيد، راه كيجيو زوينين. هنا راه قلت ما غادي ناخذ حتى شي حاجه، قلت غنمشي ناخذ هذاك الخبز اللبناني وغادي نجي، ولكن اللي فيه شي حاله ضروري فيه. صافي هنا بانوا لي شي لعيبات وجبتهم لاصوص طوماط هنا، غير حيت كنت مازال ما تقديت، اما انا ما كناخذهاش صراحه كنصايبها، غير كنت مازال ما تقديت، وغد ليه كنت باغا ندير سباكيتي فقلت ناخذو. هنا راه عاوتاني كنوريكم التاريخ، ردوا ليه البال بزاف بزاف بزاف، حيت راه ما كيكون دغيا كيسالي وفيه هو الخبز بزاف، ولكن مع حنايا قلال كندير غير ربعه بعض المرات ولا جوج ديال هكا بحال شاورما، فكيشيت ليا بزاف. صافي وخديت الفريت حق، انا جيت باش نوريكم، خديت الفريت، خديت هاد لا مارك هادي حتى هي طلعت ليا زوينه. كنت كناخذ عندهم واحد لا مارك اكزونو غير من تيفيا، كتقام ليا قل، كنت نورمالمون كناخذها في مرجان ميني ماركت، كنت كناخذها ب 51 درهم، هادي خديتها ب 29، ولكن كيلو هذيك اللي كناخذ في مرجان ميني ماركت كناخذ جوج كيلو ونص بشي كدو 50 درهم، قريبا 60 درهم، يعني ديك ديال مرجان صراحة كتقام حسن. وهنا غادي ندوز باش نطيبها، ولكن راني كنصايبها غير في الاير فراير. هنا راني صايبت لكم الفيديو، كنت باغا نحط لكم حتى على حساب لا ماشينا لافي وداكشي، ولكن غادي تجي لا فيديو طويله 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 بزاف، وغادي غادي تجي طويله بزاف، وغادي تعذبني حتى انا في المونتاج، عرفتوا هاد لا فيديو هادي راه ما رضيت، تغفر لي ربي الذنوب. هنا كنوريكم واحد الطريقه كيفاش تعقدوا هاد اللعيبه هادي. المهم الا كنتو حيدتو داك البابي راه دغيا كيطيب، ولكن ملي كديروا هاد البابي لا شتو تقبوها هكا من الوسط وديروا ليها هاد اللعبه هادي باش تسد، راه كتجي ساهله. في الاول كنت ديما كنقم ضاربه معاها، لا عقدها لا حطها لا دير ليها السلوفان. هاد الطريقه هادي كنت شفتها واحد السيده دارتها في واحد لا يوتيوبرز بريطانيه، وعجبتني صراحه، عجبتني لاستيوس. صافي هنا غادي ندوز، غادي ندير ليها تقريبا كندير لها 25 دقيقه نص ساعه على حساب، وكندير ليها لو مود ديال شيبس، كندير ليها 210 درجه ولا المهم 200 الفوق على حساب، الا كنت زربانه فرا كندير ليها 210، كنت ما زربانهش فرا كندير ليها اقل. هنا غادي ندوز باش نصايب معكم صوص توميه، المهم صوص توميه ماشي كوم كما هي، مي المهم غندير لكم اقرب حاجه، حيت الاخرى حيت ما عنديش التماحيه، ما هي كتجي في التماحيه فنه، كتجي رائعه رائعه. الناس اللي كتعجبهم الثومه ولا كلشي اللي عنده علاقه مع الثومه راه كتجي زوين. هنا كندير درت شويه ديال الثومه، ودرت هنا شويه ديال الكريم تشيز، انا استعملت هذا هو اللي عندي، درت لا مايونيز، درت معلقه تقريبا ديال لا مايونيز كبيره. صافي وغادي نديروا الزيت، نورمالمون خاصكم تطلعوه ميكسور بلونجون، انا ما فيا اللي يطلع ميكسور بلونجون، ما فيا اللي يغسل ديك اليد حيت ما كتدخلش لا ماشين لافي لا ماشين لافي، فغادي نديرها غير بيدي. درت شويه ديال الزعتر، تقدروا تنسموه باي حاجه بغيتو، كتجي زوينه وبنينه، ولكن راه البلان كاين في زيت العود، الا حيتو زيت العود حتى هي راه ما كتجيش فيها مذاق زوين، وخاصكم ديروا معها الكفته. جربت معها الكفته ديال الدجاج ما جاتش معها المذاق، ما جاش زوين، الكفته ديال اللحم هي اللي جات زوينه. صافي هنا دزت، اصلا كنت تقديت، دزت نيت المرجان وخديت منه داكشي اللي خاصني، كنت قديت الدجاج ولا دندو داكشي كله حطيته،
هنا دزت باش نيت نقدم معكم الكفته. قلت نيت منها حجه وزياره ندير فيها العشاء ونهز فيها كل حاجه، حيت دابا كنبقى كنقاد البروغرام ديالي ديال العشاء ديال اليوم والغدا ديال غد ليه. ومثلا غدا غادي نحتاج مثلا بطاطا في شلاض ولا شي حاجه، فراه كنسلقها قبل ونخليها باش تجيني سهله باش غد ليه نجي غير زعما نلقاها واجده. صافي هنا غادي ندير بحال الا غادي ندير هكا كما كتشوفوا، بحال الا غادي نشويها الكفته بحال الا غادي نشويها بحال غادي نديروها في الشوايه. انا غادي ندير اربعه ديال هاد اللعيبات، ما عرفتش شنو غنسميهم دوك اربعه ديال دوك اللعيبات بحال هكاك. صافي حيت غادي ندير جوج، وانا ما كنديروش كبير، كنخليه صغير. صافي. وهنا دزت بان لكم هنا كنكور حيت قلت لكم غادي ندير سباكيتي، فهاد الكفته كنخليها خليتها دابا مقاده ومصايبه. غدا غادي نجي غير نلوح الكفته ونقادها حتى سميتو. هنا صافي الفريت كان طاب، عرفتوا راه كيجي بنين، سمعوا لي التقرميشه راه كيجي رائع وكيجي زوين وساهل. واخا صراحه هاد الفريت سورجولا كيكون شويه غالي زعما في لو بري ديالو، ولكن راه كيسهل. دزت كما كتشوفوا حطيت المقله باش انه يطيب فيها. ديجا راني قطعت البصله يعني مشحره، البصله هكا خويطات قطعتها ودرتها تما طابت. في ديك البصله هي فاش غادي ندير الكفته. صافي انا دزت كنقادها. هاد مؤخرا هاد الطريقه اللي وليت كندير في الكفته، لانني صراحه ما بقاش كتعجبني بزاف. كنت كناكل فيها زعما كنت كناكل فيها كونتيتي زوينه، دابا الا ما شويتهاش ولا شي حاجه صعيب باش انني ناكلها. كتجيني فيها واحد المذاق ما زوينش، ما عرفتش نعيا ما نعطرها، خديتها من بزاف ديال البلايص تبدلات المذاق ديال الكفته ولا ديال هذا، ما بقاش عنده نفس المذاق اللي كان عنده شحال هذه. كانت ريحته زوينه، كنتي كتجيبي الكفته غير شويه كنتي كتنسمي فيها، هذيك المقله اللي طابت فيها الكفته كانت كتنسم، دابا ما بقاتش فيها الحاجه. المهم عندي هنا دي فيديو على حساب الطريقه ديال تنظيم اللحوم، ونتمنى انكم تمشيو تشوفوها. دخلوا عندي الانستغرام الا كنت وصلت لهاد البلاصه في لا فيديو، وما تنساوش انكم تلايكيوا عافاكم وتخليو ليا شي كومونتير زوين. واخا يكون ما قدرتوش على كومونتير، خليو ليا غير نقطه، انا غادي نفهمكم باللي عندكم واحد الفيدباك اللي هو بوزيتيف. نتمنى ان زعما لا فيديو انها تكون عجبتكم وكل شيء. صافي كنحطها على بحال هكا شي حاجه مسطحه، وكندخلها للفريكو باش غد ليه ملي كطيب كنقادها. هنا تقدروا تفرقوا هذا الخبز كما انكم تقدروا تخليوه هكا، الا فرقتوه باش يجيكم اطول. صافي كتحطوا هذيك لاصوص اللي صايبنا، وكتجيبوا الكفته خاصها تكون سخونه يعني يلاه طابت. وجبت ديك البصله، حتى ديك البصله الصراحه هي اللي كدير كل شيء. وديروا شويه ديال الفرماج، وديروا هنا شويه ديال الفريت. المهم هذا الشيء ماشي شاورما، ماشي حتى شي حاجه، هذا غير العيبه ديالي انا في راسي، كنبقى ندير اللي يعجبني. صافي هنا درت شويه ديال لا كريم تشيز ديال غاسترو ميكست. صافي ودرته هنايا في بانيني. المهم هذه هي لا فيديو، نتمنى انها تكون عجبتكم. ما تنساوش انكم تلايكيوها تبارطاجيوها مع العائله والاصدقاء. الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم راحه الله. We'll be right back.